إذن مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الصباح هذا، ومرحبا بكم في هذه الجولة إن شاء الله اللي غادي نقوموا بها معكم في هذا بعض من شوارع مدينة الدار البيضاء. وكذلك مشاهدينا الكرام، فغادي نبغيو على أننا نتحدثوا معكم حول يعني هذه الساعة الإضافية، يعني شنو الرأي ديالكم فيها وشنو بان لكم بحكم دابا في الليل ولا طويل النهار ولا قصير، يعني واش باقا كتشكل لك المشكل او شنو النظر ديالكم مشابهين الكل. اخت فاتحة، صباح الخير. صباح الخير عليك اختي فاتحة، صباحك مبروك، الله يحفظنا ويحفظك ان شاء الله من هذا الوباء هذا. اخ ايمن، صباحك مبروك خويا، ان شاء الله الناس اللي غاديين العمل ديالهم الله يسهل عليكم، الله يسر لكم في هذا الصباح هذا ان شاء الله. شكرا لك خويا ايمن الرابطي. اخ ابراهيم جراري، صباح النور خويا، صباحك مبروك. الاخ حميد توافق كيقول راه كاين البرد، اش خرجك اخويا؟ واخويا حميد خرجنا للخدمه، فارك عارف بحكم القطاع الصحفي، ف يعني ضروري على انك خاصك تكون قريب من الخبر وتكون قريب من الحدث، ففي اي لحظه يقدر يكون الحدث، فخاصك ضروري على انك تنقل اشنو كاين خويا حامد. اختي فاتحة الله يعاونك، الله يجزك بخير، شكرا بزاف. اخ حسن، السلام عليكم خويا، صباحك مبروك خويا حسن. الاخ عمر بن شلخ، صباح الخير خويا، صباحك مبروك، الله يسر لك ان شاء الله الا كنتي غادي للعمل ديالك ولا شي حاجه، الله يعاونك خويا، الله يحفظك خويا حميد، الله يسهل عليك حتى انت. شكرا لك، صباحك مبروك، دير بالك خويا حميد مع هذا الوباء هذا، الله يحفظنا ويحفظك منه، يعني فراه كنشوفوا هذا الشيء غادي وكيتوسع، الله يرفع علينا هذا الوباء هذا. وشنو بان لك خويا حميد في القضية ديال الساعة؟ واش ما كتشكلش لك مشكل؟ واش يعني عادي ولفتيها؟ شنو بان لك في هذه القضية هذه؟ أخ حسن، صباح الخير خويا، صباحك مبروك، تبارك الله عليك خويا، نارك مبروك شتي اخويا حميد، الله يحفظك. اخ ايمن، الله يوفقك خويا حتى ان شاء الله يبارك فيك خويا، شكرا لك، صباحك مبروك خويا. فنبغيو نسمعوا يعني شنو رايكم مشاهدينا الكرام حول القضيه ديال الساعه، يعني واش ولفتوها؟ شنو يعني شنو بان لكم مشاهدينا الكرام؟ ودائما كنقول لكم صباحكم مبروك، والله يسر لكم ان شاء الله في العمل ديالكم. اخ حسن، الله يسهل عليك حتى انت اخويا، الله يحفظك، الله يبارك فيك خويا حسن، شكرا لك بزاف، شكرا لكم متابعينا الكرام على هاد الدعوات ديال الصباح. فهادشي اللي غنبغيو حتى حنايا
هو على اننا نكونوا يعني اخوه بيناتنا ونبغوا كامل الخير بعضياتنا، يعني ما عندنا علاش نبقاو نتعايروا بيناتنا ولا نبقاو يعني نعكسوا الامور بيناتنا. الله ييسر الجميع ان شاء الله يا رب العالمين. فاكيد فينا تشوف خوكم مسلم حتى هو يعني دريويج بحال كتشوفوا في الخير، فحتى ان شاء اكيد يعني تفرح و يعني ما غادي تزيد ما غادي تنقصوا حتى، يعني هو الرزق ديالو راه هو اللي عنده، يعني حتى ما غادي تزيدوا ما غادي تنقصوا، غير يكون شويه الخير بيناتنا ان شاء الله، ويكون شويه ديال الدعوات بيناتنا. ما عرفنا يعني الوقت ديال الدعاء امتى كاين، يعني تقدر تدعي مع خوك بشي دعوه زوينه ف تشوي يعني الخير عند الله سبحانه وتعالى، يعني تشوي تشملوا بذاك الخير. الله يسر الجميع ان شاء الله يا رب العالمين. محسن الصالحي تحية من سلاحي كريم، الله يحفظك خويا محسن، تحية للناس ديال سلا، صباحكم مبروك. أخ عمر الليري صباحكم مبروك خويا، صباح الخير عليك، الله يحفظك خويا عمر. يا خويا حميد حنا خويا دابا في قريعه بالضبط، دابا حنا في جهه دير السلطان ان شاء الله نقومو نشوفو حي دير السلطان، واحد من الاحياء العريقه الاكثر شعبيه عندنا، واحد من الاحياء الزوينه اللي اكيد الكل كيعشق زعما دير السلطان بالناس ديالو بالكرم ديالو، فالاجواء فيه كتكون زوينه. تحية شوف تيفي من طنجة دون اندو دون، الله يحفظك خويا دون تبارك الله عليك. واش دون هادي على سمي زعما رونالدو ولا كيفاش زعما هاد سمي؟ الله يحفظك خويا، شكرا ليك بزاف تبارك الله عليك. تحية الناس ديال طنجة، الناس ديال الشمال. فاشيها صباح الخير، صباحكم مبروك خشي. اخ عبد الصمد افريقي صباح الخير خويا، صباحكم مبروك خويا عبد الصمد، تبارك الله عليك، الله يسهل عليك خويا. فاطمة فحتى المغرب تا هو توحشك اختي، شكرا ليك بزاف، صباح مبروك تبارك الله عليك، الله يحفظك خويا عبد الصمد، الله يعاونك ان شاء الله يسهل عليك، شكرا ليك خويا عبد الصمد. تحية ليكم متابعينا الكرام، فدائما كنبقاو معكم، الناس اللي سهرانين، الناس اللي كيكونوا خدامين بالليل، الناس اللي كيفيقوا مع الصباح بكري يعني كيكونوا غادي للعمل ديالهم، فانا كنكونوا الانفس ديالكم متابعينا الكرام. الله يسهل على الجميع ان شاء الله، والله يحفظ الجميع من هذا الوباء هذا يا رب العالمين. متابعينا الكرام، وصلنا لنهايه هذا البث المباشر، نتلاقاكم ان شاء الله في بث مباشر اخر، الى اللقاء.